وكنت تواجد في الدور هذا هذيك الليله فاش كان الزلزال. فعلا باقي مفرج انا والسيده شويه تحركات الوقت، قالت لي كان شي حاجه، قلت لها انت غير بقاي، قلت لها خصنا نخرج الا كان الزلزال، قلت لها الا خرجتي غطيحي، المهم خلعتها باش ما تخرج ليها. المهم اللي دا الزنزال تبع واحد الغبار العجاج بزاف، ملي نقص انا خرجت، قالت لي السيده سير شوف الناس واش كيديروا، واش كاين شي واحد اللي مازال ما مات. مع خرجت تلاقيت مع ولد واحد السيده، هي ماتت مسكينه هنا في هذه الحفره اللي شفتوها حداكم هنا، انا اللي كنحفر باش نقلب ليها على حوايجها ضربني. تلاقيته قال لك على ربي حتى امي ما كايناش، هادو جاو من مراكش ساكنين دوزو كونجي، فعلا الدار ديالهم اصلا كيجيو ليها سنويا. المهم السيده ماتت تما، قال لي ولدها ربي اعتق، جينا هنا انا وياه ما سكرنا شيء، عاود مشيت واحد شويه تلاقيت مع الدرجه وبيت، قلت له جيو نشوفوا عيشه ما كايناش، جينا هنا كنغوتوا ما كاين حل، هو كيقول لنا هذه الجهه ولكن ما تمكناش، لان اللي ما كيبين لك شي علامه ما كتعطي له خلاص، خلاص كتعرف الدراهم اللي كيجريو كيحاول يعتقوا اللي بزاف كيبين. فعلا كاين اللي كيغوط مثلا وا وا وا، كاين اللي كنعوطوا عليه كنغوطوا عليه وكنديروا هكا كنتصنتوا كتسمعوا حتى كيقول لك اه. اذا عتقنا بنت معوقه مسكينه ودرنا الدراري كيهزوا هاد العواد باش يهزوا شويه الركام، ودخل خوها مسكين تحت الارض تحل هذاك الخطر، تجبد تجرها تعتق واحد الرجل تشد كل شيء حد الراس، ما بقى فيه غير الراس وكيشوف فينا حتى الهضره ما يقدر يهضر. لاباس هذا كيبان لينا، تعتقنا جوج فقيرات هنا، فقيرات ما كيخرجوا كاع اصلا، الا ما هزوها ما تخرج، ولكن ملي كان الزلزال كلشي كيجري كيطلعوا الناس، هاد الشباب اللي كتشوف هنا كلشي ما كان حتى واحد ما كيوقف، الا غير شافك مثلا مازال ما كان ما دير كيزيد المنطقه اخرى. علاش؟ لان كاين واحد التضامن هنا في الدوار، لان كلهم مشاركين الدم، مشاركين المصاهره، مشاركين العائلات، داكشي علاش كاين واحد النوع ديال التضامن، كل واحد كيبحث على الاخر. بالنسبه للعرسان، العرس داز غير ديك الاربعه ديال 15 يوم، مسكين الدار عنده فعلا صغيره، حاجه طبيعيه لان الناس ضعاف، فعلا نعسوا وباهم بقى في الشانطي، احنا ما عرفنا واش كان في الشانطي، لان كيكمي الناس العريس والعروسه نعسوا في واحد البيت، اختهم الكبير تبارك الله عندها 24 سنه في واحد البيت اخر. هذوك قلنا ما كاين حتى واحد فيهم، كنحاولوا ما كاين حتى حل. اشنا جرينا ما لقينا، صافي هذوك المهم ما لقيناهمش ماتوا، واللي تعتق هو هذو الفقيرات وهذيك المعوقه وهذاك السيد اللي تسميتو وباتا واحد السيد هو حتى هو ما كيتهز مسكين، ومعاه واحد المرة جات من الدار حتى هي عيانه فهذيك الدار السيما، ولكن جاب الله السيما هي ما نزلت ديريكت، حاولنا نعتقوهم وخرجناهم بعد باش يمشيو لامان المكان امين. المهم نرجعوا لباتا المتزوج، ما لقاو ليه اثار، جبنا التراكسات جوج ما لقاو اثار، قلبوا الدار كلها عاودوها ما لقيو اثار. بحال ما لقينا واحد الدري صغير قال لك اودي راه كان تبركت معاه حدا في الشانطي في الليل كيكما شويه وهو يزيد، قلنا فين تاش، قال لك طلع هنا، لان حنا ضلينا كنهزو التليفونات ديالو كنغيطو عليه ما الجواب ما كاينش، حتى جاو هذوك الخبراء ديال الانترنيت هما اللي جاوا شي اباري ديالهم، تلقينا مسكين غير هكا دوزو عليه هنا في شي قنت هنا في الديور اللي هنا. ايوا هذا الشيء اللي عطى الله في البلاصه ترجموا اللي ماتوا واللي حي هو ثاني كتلم ثاني كيتضامن مجموعات، كل اللي قريبه لشي عائله هي مجموعه هنا، تفرقوا على مجموعات وغادي كيستمروا ثاني في الكفاح. حنا ديما كنشوفوا بانه الغد هو اصعب، لانها ها البرد جاي، ها الشتا جايه، ها الامكانيات مازال ما موجودين كامله، ها واحد العدد المسائل. فعلا كانت البادره من اللي الناس كلشي تضامنوا، المغاربه تضامنوا كلشي مع هاد الناس اللي متضررين، ولكن في واحد الوقت شويه كان شويه ديال عدم التوزيع او عدم الاكتفاء او ما نقدر نقول لك في هذا الميدان. ربما كنسمعوا دروك بانه غادي يديروا قوافل فين يجمعوا الناس اللي متضررين، اي كلشي هاد الناس دوك خصو يخرجوا باش يمشيو لواحد البلاصه اللي غادي يلموا فيها الناس كما قال سيدنا
الخطاب ديالو بانه غادي يعطيو شي تعويضات وغادي يحاول يبنيو لهم سكن اقتصادي. تقريبا هذا هو الحل، ولكن الا كان قبل الشتاء، لان حنا الشتاء اللي كان هنا راه ما غادوز في هذا الغيس هذا. والتراكسات، المشكل ديال التراكس ايمتى غادي يحيد لنا هادشي؟ والتراكسات شتي عليهم النفع في جميع الميادين. دروك ما الا بغيتي الماء، الا ما شديتي الوق النوبه ما تشرب، لان كلشي ما شاء الله. اما التلمونه الحمد لله بخير، تضامنوا بزاف ديال الناس من الصحراء حتى لطنجه، كلشي تبارك الله كيدوزوا الناس هنا كيعطيو تبارك الله بلا قياس. اذا كلشي الناس هاد الناس خازين التغذيه. المشكل اللي كاين باقي دروك هو المبيت، مثلا الخيام، مثلا البونج، مثلا بيت الماء مازال ما كاين والو، مثلا حتى الماء تقطع عندنا حنا ودو كلشي داكشي مشى، كلشي تقطع. حنا دروك كلشي بالبيلات، حتى الله يجازيهم بخير شي واحد جاب شي بيل، واحد البيلات عدا كل واحد شاد البيل كيعتق، لان حتى التليفون هنا غير تخواليك انت وقفتي. كنجدو النوبه هنا فعند هذا السيد، شوف شحال هذا السيد من الظل بيضا حتى هو يلاه بنا هذا الخير ديالو، يلاه تقريبا شهر ونص هذا هو مسكين مشى، هو شويه حتى هو جاب فكره عاوننا مزيان، حل دارو بعد ما دخل سميتو حطينا فيه تغذيه باش ما تخسر. هو تبارك الله مشى دروك باش يجيب شي خيام، لقينا واحد النسبه، لان حتى كنا في الجماعه لقينا بان الخيام اللي جاو للجماعه نقرضوا، اذا خصو نتسناو باش يجوا اخرين. المهم كان الاغاثه، جميع الاحبه ديالنا وجميع الاصدقاء ديالنا وجميع الاخوان ديالنا في جميع مناطق المغرب، نزيد عليه المغاربه كاملين.